وللوقوف أكثر على الانتخابات الرئاسية المنتظرة في إيران وما صاحبها من لغط حول استبعاد بعض المرشحين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد المدحجي. مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك أستاذ المشعل. أهلا وسهلا بك. الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي انتقد ما أسماه التدخلات غير القانونية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، كيف تقرأ قرارات مجلس تشخيص مصلحة النظام الأخيرة؟ يعني في البداية يجب الانتباه إلى أن هذه الانتخابات شهدت أحداث غير مسبوقة، مثلا استبعاد رئيس البرلمان الإيراني السابق من شارك في هذه الانتخابات كمرشح، ما أثار استياء واسع المواطنين الإيرانيين في هذه الانتخابات، وكذلك الأجنحة المتصارعة في النظام الإيراني بين ما يوصف بالمعتدلين كذلك الإصلاحيين في البلاد، ما أدى إلى أن المرشد الأعلى الإيراني طالب مجلس صيانة الدستور الذي يخضع لسلطته بشكل شبه مطلق بإعادة في مؤهلات أو السماح لبعض المرشحين المستبعدين من المشاركة في الانتخابات في الأيام القليلة القادمة، ما يظهر بأن الصراع بين أجنحة النظام الإيراني بلغ مستويات خطيرة، ما أدى إلى هذه التصريحات من المرشد الأعلى. وإذا انتبهنا إلى أن محمود أحمدي نجاد الممثل أو من يمثل تيار خلنا نصفهم بالمتشددين في إيران، حدد بأنه صرح عن ملفات سرية يمتلكها تتعلق بفساد المسؤولين الإيرانيين الكبار خلال الأيام القليلة القادمة. وكان قد قال محمود أحمد نجاد الحكومة القادمة في إيران لا يمكنها أن تكمل يعني فساد ولايتها الأولى كما تقول. لكن لماذا الآن برأيك العودة عن القرار الذي اتخذ منذ أيام؟ يعني الآن إذا لاحظنا قبل أيام قليل الصحف والمواقع المحسوبة على الحرس الثوري ومكتب المرشد الأعلى الإيراني اتهمت محمود أحمدي نجاد بالتورط في جريمة قتل، ومحمود أحمدي نجاد عليهم بأنه سيفضح المزيد من الملفات السرية التي بحوزته ويستطيع الكشف عن فساد المسؤولين الإيرانيين الحاليين. وإذا قارنا التزامن والتوقيت في هذه التصريحات يمكن أن نفسر بأن تصريحات خامنئي لإعادة النظر في مؤهلات بعض المرشحين الذين تم إخفاؤهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية يظهر لنا بأن المرشد الأعلى الإيراني يحاول من خلال هذه التصريحات السيطرة على الصراع المتصاعد بين أجنحة النظام الإيراني. وإن أخذنا بعين الاعتبار الصراع القديم المتجدد بين وزارة المخابرات الإيرانية وجهاز استخبارات الحرس الثوري والذي هذا الصراع لم يعد خفيا لمن يتابع الشأن الإيراني بين هذين الجهازين المخابراتيين في البلاد، فالآن خامنئي يحاول من خلال هذه التصريحات يعطي طمأنينة أو يحاول التهدئة في البيت الإيراني لمنع التصعيد قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران. ذكرت أحمدي نجاد أكثر من مرة في إجاباتك السابقة، هل هناك مخاوف من بعض المرشحين كأحمدي نجاد، وماذا يمكن أن يحدثه وغيره إن هو نجاح؟ يعني محمود أحمدي نجاد يحسب على التيار الذي يدعم علاقات طيبة بين إيران وروسيا، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني السابق الذي تم إخفاؤه كذلك يحسب على التيار الذي يدفع باتجاه علاقات طيبة مع بريطانيا. والآن الحرس الثوري والمرشد الأعلى الإيراني يدفع باتجاه التيار الذي يدعم التوجه الصيني، وإن نريد أن نحلل بشكل أدق يمكن القول بأن
نشهد صراعا بين التأثير أو النفوذ للصين وبريطانيا وكذلك روسيا داخل النظام الإيراني. والبعض يقول لك بأنه والله روسيا والصين لديهم تقارب في وجهات النظر. الموضوع لا يتعلق بوجهات النظر بقدر ما يتعلق بالمصالح وحوزات النفوذ للقوى العظمى. وإن كانت متفقة في حوزات معينة لكن المصالح وحوزات النفوذ لا يؤثر عليها هذه الوجهات المتقاربة إن كانت صحيحة، إن كان هذا الكلام صحيحا. فالموضوع الآن في الانتخابات الإيرانية وما بعد الانتخابات في إيران هو يتأثر في الصراع بين القوى العظمى المتنافسة للسيطرة على حوزة نفوذ إيران بغض الطرف من يحكم إيران أو من يترأس الحكومة الإيرانية. لم يتم التركيز عليها كثيرا من فجعل روسيا في حوزة معينة في المنطقة سيكون في الصين، لأن الدول التي لديها علاقات جيدة مع روسيا إن أراد أن تستبدل تحالفها مثلا مع روسيا ستستبدله مع الصين. العكس صحيح، أي بمعنى أي توسع صيني سيكون على حساب روسيا والعكس. البعض يحاول غرر رماد العيون بالقول بأن روسيا والصين لديهم علاقات، فهذا يعني أن التوسع الصيني في إيران هو مرغوب ومرغب به من قبل روسيا، وهذا الكلام غير صحيح أساسا. شكرا لك المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي.